السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل مشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط الخليج. برحب بيكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. هنتكلم النهاردة عن فندق سان رايز كريستال باي. فندق سان رايز كريستال باي ده موقعه في الغردقة، هنعرف مكانه فين بالظبط وكمان الأسعار الغرف اللي فيه، سعر الغرفة في الليلة عاملة كام، وكمان هنعرف الفاسيليتيز والمرافق اللي جوه الفندق، حمامات السباحة والمطاعم. كمان هنشوف مع بعض كل شيء بالتفصيل من الاول، حمامات السباحة المطاعم والبحر. بس في البداية ما تنسوش الاول تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الاشعارات، وكمان تدعمونا باللايك والشير عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من المهتمين والمتابعين للفيديوهات والاماكن السياحية في الغردقة وشرم الشيخ ومصر عامة. موقع الفندق في جنوب مدينة الغردقة، قريب من سينزو مول. سينزو مول اكبر مول في الغردقة، في من الابرة للصاروخ. الفندق بيبعد عن سينزو مول بحوالي 5 دقايق بالعربية. الفندق بيمتاز بشاطئ خاص ليه، وكمان فيه غرف ليها حمامات سباحة خاصة بيها، اللي هو وادي شكل المطعم الرئيسي. غير الحمامات السباحة 3 حمامات سباحة في الفندق، وكمان في بار وديسكو وست مطاعم. بتميز جميع اماكن الاقامة اللي هو الاقامة مكيفة في منتجع سان رايز كريستال، وكمان بيمتاز بالديكور العصري، بيضم شرفة لكل غرفة وحمامات السباحة 3 حمامات سباحة عملاقة، مساحة كبيرة. حمامات السباحة في منتصف الفندق، اغلبية الغرف بتبص على حمامات السباحة وكمان على البحر. دي شكل الشيزلونجات والاماكن المخصصة على البحر، بتميز باللي هو البرايفيتي، هو يكون المكان خاص لكل القاعدين. حاجات ممتازة جدا ومكان واسع. تقدر تستخدم كمان الاكوا بارك للفندق. الفندق مفهوش اكوا بارك، لكن الاكوا بارك في فندق سان رايز جاردن اللي هو الفندق اللي جنب سان رايز كريستال. دول كلهم مجموعة واحدة، مجموعة سان رايز، بتقدر تستخدمه مجانا اللي هو الاكوا بارك، ان الفندق نفسه مفهوش اكوا بارك. ودي شكل المطاعم وحمامات السباحة وموجودة بالفندق. كمان الضيوف بيقدروا ان هم يختاروا من بين مجموعة متنوعة من المأكولات اللذيذة في اي بوفيهات في منتجع سان رايز كريستال باي، او المطاعم الالاكارت ريستورانت، المطاعم اللي بتتحجز من خلال 2 تاتش سكرين موجودين في منطقة الريسبشن، بتحجز من خلالهم مطاعم الالاكارت. لان الفندق كمان بيقدم اللي هو مطاعم الالاكارت ديت مطاعم هندية ومشويات، وكمان مطاعم نباتية كمان موجودة، غير كوكتيلات ومشروبات الفواتح الشهية اللي موجودة. وكمان موجود في الفندق مرافق للغوص والغطس مجانا، وبيستمتع الجست اللي موجود في الفندق بالساونا وحمامات السباحة الساخنة وغرف البخار التركية. لكن الحاجات دي بتكون باكسترا تشارج، بيكون عليها فلوس. المنتجع بيبعد 5 دقايق بالسيارة من فندق سينزو مول، من على مول سينزو، وكمان 25 كيلو من مدينة الغردقة. بيبعد 15 دقيقة عن مطار الغردقة الدولي. فندق فيه واي فاي بس ما بيسمحش بالحيوانات الأليفة. في موقف للسيارات لو رايح ما فيش حجز ليها. كمان خدمة غرف وصحف وغرف غير مدخنين. كل الفاسيليتيز موجودة في الفندق، وبيمتاز بالقعدة والرفاهية اللي موجودة. سعر الغرفة الدبل في الفندق عاملة 2800 جنيه في الليلة شامل الفطار فقط، بالمأكولات بقى الفطار والغداء والعشاء والأول انكلوزيف. عاملة الغرفة في الليلة عاملة 4600 الغرفة الدبل. نأكد تاني، الغرفة الدبل الفردين عاملة 4600 في الفترة الحالية في أغسطس، اول انكلوزيف الليلة الواحدة فقط. فالفندق مساحته جميلة وبيهتم باللاندسكيب فيه كويس جدا، غير النظافة والديكور العصري
الحديث اللي موجود في الفندق. الفندق من مجموعة سان رايز ومن أفضل الفنادق تبع مجموعة سان رايز، يعتبر من أعلاهم لأن هو جراند سيلكت، فندق جميل. الأسعار الغرف بتختلف من فترة للتانية، بس فترة الصيف عامة هي بتبقى أعلى فترة اللي هي الهاي سيزون، وديت بتكون بسبب الإقبال العالي أو اللي هو فترة الحجز العالية في الفترة ديت. فعشان كده إن أفضل فترات الحجز في الفندق بتكون في منتصف شهر 10، الأسعار بتنزل شوية، ما بتنزلش كتير لكن بتنزل شوية، لكن بقيت السيزون بتكون الأسعار عالية. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات، والسلام عليكم.